نضال يحيى. مساء الخير نضال. نضال اليوم عم نحكي عم نحكي الليله عن حوادث منزليه بسيطه ممكن تصير وتكون عواقبها يعني كثير كبيره. نضال، اي حادث منزلي واجهت بنتك ديالا؟ اكيد حادث كهربائي، حطت مفك براغي ببريز الكهرباء، تناولت المفك من مطرح عالي، يعني حطت الكرسي وتناولت المفك. انا مهنتي كهربجي، يعني بشتغل الكهرباء، فاحيانا بصلح بالبيت شغلات بتختص بالكهرباء. يمكن ديالا حابه تقلدني، يعني كان عمره 4 سنين، فحطت انفك البراغي بالكهرباء. هون توقف قلبها لديالا اثناء انا كنت غايب عن البيت. والدتها انتبهت لها بعد يعني كم ثانيه، يعني اول ما دخلت والدتها لديالا زوجتك دخلت على الاوضه عم بتشوف ديالا، استوعبت شو عم بصير؟ هلا اول شيء فكرت انه حيل الطفل، يعني انه عم يلعب مع امه او شيء، ما عارفه انه شو القصه. بعدين انتبهت انه ديالا لما شهقت طلعت رغوه بيضة من تمها، فانتبهت انه البنت انه عم تموت، يعني انه خلص يعني قربت تودع الحياه مثل ما بيقولوا. فحاولت انه تعطيها اكسجين بتمها، يمكن ما نفع كثير هالشيء، فصرخت والتموا الجيران واسعفوها. لبينما وصلوا للمستشفى استغرق الوقت شيء حوالي نص ساعه 30 دقيقه، يعني بهالوقت اللي كان قلبها موقف، كان قلبها واقف. نعم، لوصلت ديالا على المستشفى استغرق الوقت 30 دقيقه مثل ما شرحت لحضرتك. بالمستشفى فريق الطوارئ، طبعا تحت اشراف الطبيب الطوارئ، حاولوا يسعفوها لديالا عبر تشوك القلب. قطعوا الامل، ضل في واحد من الفريق الطبي حاول اخر مره، اخر محاوله زبطت معه، قلع القلب معه. ففورا دغري عيط للطبيب الطوارئ، قال له انه ديالا انه قلع قلبها، فنقلوا على غرفه الانعاش. وهونيك بلشت الاشياء اللي ممكن ما كنا عاملين حساب نحن، والاخبار الطبيه اللي سمعناها من الاطباء المختصين. يعني شو كان تشخيص الاطباء؟ صار في عندها تلف في خلايا الدماغ بسبب توقف الاكسجين عن دماغها، اللي هو ادى طبعا الشلل الدماغي، ويسمى كمان بشلل الرباعي، النطق، حركه الاطراف الاربعه، مشي، كله هذا منه موجود يعني. ومن هون بلشت المسيره مع ديالا الطبيه الطويله. اليوم وضعها يعني عم يتاخر ديالا، وعندها بحاجه هي ماسه جدا لتسافر على المانيا، ونحن جهزنا التاشيرات وكل شيء، بدنا نسفرها على المانيا لتغير الجهاز اللي راكب بجسمها. هذا بيساعدها على ارتخاء الاعصاب، وبتصير يعني تتجاوب على العلاج الطبيعي اللي بينعمل لها. اليوم كيف عم تتجاوب معكم ديالا؟ ديالا حاليا يعني التجاوب ك بنحكيها سيجنال، يعني في تواصل نحن وياها، يعني بس انه شو بتقلها لما بتقعد؟ يعني مثلا اذا بقلها بذكرها بشيء قبل، يعني قبل الحادثه، مثلا ديالا كنتي بالمدرسه كذا، بتضحك. لما تضحك ديالا شو بصير بالنضال؟ قلبي بيفرح، بس مش كل الفرحه. من بعد ما توقف قلب ديالا، ديالا ما زالت حية، هي إحدى مفارقات الحياة. كلنا سوا استقبلوا معي بزقفة كبيرة ديالا. شكرا لمستر اند مسز كلاون، ثانك يو، شكرا لكم. كيفك ديالا؟ هاي دعمه مالك، بوزك العافيه يا رب يخلي لك اياها. وشفنا يعني ضحكتها بتسوى الدنيا لديالا، يخلي هي يعني انبسطت بهالمفاجاه. الله يخليك، يخلي لك عم تضحك هلا ديالا، يخلي لك اياها ديالا. الله يسلمك يا رب، يخلي لك اياها. نضال، بدي ارجع للمرحله الاوليه، يعني نعم. لما بعمر 4 سنوات حاولت تقلدك، نعم، بنتك ديالا، نعم. كنتوا بهالمرحله تفسروا لها تقولوا لها؟ هل كنتوا مستوعبين انه الولد ايضا بيستوعب وبيطلع مزبوط؟ صح، يعني انا صراحه يعني يمكن بقول حادثه ديالا يمكن دليل ذكاء، لانه كان عندها كثير فضول
وحشريه بمواضيع يعني ما خاصه فيها هي. يعني انا مثلا اذا كنت صلح شيء بالبيت تيجي توقف حدي تطلع فيي، اذا بشيل مثلا شيء من العده ادوات حاده او شيء مثلا عم بيشتغل فيها يعني تركز معي تقول لي يا بابا لا هودي مش لك. شكرا لك ويخلي لك اياها لديالا، وبدنا نشوفها يعني بدنا نتابع ايضا معك ومع ديالا التحسنات كلها ان شاء الله. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بيصدر على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.